مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج على الطاولة. كتير متأثر، أنا موجود بمزرعة أبو جميل في باقة الغربية. لهاي المزرعة في قصة شخصية وقصة عامة اللي إذا نطلع حوالينا على الطبيعة الموجودة في نشوة بترجعني لتراثنا وتقاليدنا وعاداتنا. فبحب أستقبل معي ضيف اللي بالنسبة لي عمل إشي، يعني بتمنى إنه الكل يعمل هيك اللي عنده القدرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ أو السيد عاطف ربحي أبو مخ. تمام، عاطف أبو مخ أبو جميل. طبعا راح أنا أنادي عليك أبو جميل، طبعا الكل بيعرفك بهذا الاسم. إحنا موجودين هون بالمزرعة، مزرعة أبو جميل اللي معروفة تقريبا قطريا، معروفة من الشمال للجنوب. الحمد لله، منقول الحمد لله دايما. ومنقول بالأول رمضان كريم. رمضان كريم. بحب أعرف، بما أنه حكينا قبل ما نبدأ نصور حكينا عن كيف بديت أو بدي هذا المشروع، وشو الـ 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 الدافع تبعك الداخلي اللي وصلت لهيك مشروع. طبعا أنا عرفت منك أنك أنت مهندس مدني، كنت موجود خارج البلاد بألمانيا، رجعت على البلاد طبعا واشتغلت بمهنتك كمهندس، وفجأة زي ما حكيت لي قمت الصبح وقلت بدي أعمل مشروع نستفيد منه كلنا. صحيح. وهاي القصة الشخصية كتير مثيرة، لأنه اليوم إحنا بحاجة برأيي أنه ما نتفرفطش، زي ما حكينا بدي أرجع حسب الحديث اللي كان وراء الكواليس، أنه اليوم العصر تبعنا سريع بخلي شبابنا والصبايا تبعد شوي عن جذورنا وتنسى من وين اجت عمليا، وزي ما بقول المثل الاصل ايش بيقولوا، الاصل بردك. الاصل بردك. فبدي اترك لك المجال واسمعك كمان مره تحكي لنا عن هذا المشروع، عن طريقه الحياه اللي انت اخترتها من بعد ما قررت انه تعمل مشروع. هو مشروع مبارك برايي والكل بيستفيد منه. صحيح. أول شيء بحييك أخ ربيع، أهلا وسهلا فيك في باقة الغربية في مزرعة أبو جميل. تسلم. أنت علم و... الله يخليك، وأهلا وسهلا بك كمان مرة. نرجع لك فكرة إقامة المزرعة. صراحة هي من 2008، إحنا اليوم بال 2023، يعني حوالي من 14-15 سنة. إذا بنرجع للماضي ونشوف كديش أهلنا كانوا مبسوطين في كراهم وفي أرضهم وحفاظهم على أرضهم وعلى تراثهم وعلى ببساطة معينة، فإشي هذا استفزني شوي، لأنه بالعصر الحديث اللي احنا موجودين فيه اليوم فقدناه. وقسمنا السنة لمواسم معينة، تقريبا 5 مواسم، اللي نبلش في موسم الزيتون، موسم النحل، موسم الدواجن، موسم الحصاد، والمخيمات الصيفية. فكنا نستقبل هاي الطلاب من جيل روض الحديد صف سادس، وكنا نقسمهم لفرق، وكل فرقة حوالي من 30-35 طالب يمشي مع مرشدي ملازمي، وكانوا يعملوا ورشات عمل. كان أنا حوالي 15-17 محطة. إذا بعطيك مثلا عن فكرة عن موسم الزيتون، موسم الزيتون اللي هو العرس العربي اللي عندنا موجود، وفي حوالي كل المزرعة هي كلها زيتون طبعا مع أشياء ثانية. كانوا الطلاب يلقطوا الزيتون بديهم، يروحوا يغسلوه، بعدين يروحوا على العصارة القديمة اللي احنا بنسميها حجر البد، يستخلصوا الزيت منها، وكانوا ياخذوا الزيت ويروحوا عند الحجي هناك وياخذوا شوبك وعجينة ويعملوا في ايديهم ودكة وزعتر ويحطوه في الطابون وياكلوا. فهي عملية كاملة متكاملة اللي صعب اليوم تلاقيها في كل محل. والمواسم الثانية نفس الشيء، كانوا يعملوا عرس عربي، كانوا يعملوا زفة، كانوا يلقطوا، كانوا ياخذوا علب زيتون معهم. فهي فكرة انه ترسيخ التراث في الجيل الصاعد الصغير عشان ما ينسوش. اليوم احنا بنعرف في عصر التكنولوجيا اللي في عندنا الفيسبوك والانستغرام والتيك توك، ولا صح احنا مع التطور، ولكن احنا نحافظ شوي على اللي خلونا يا اجدادنا وابائنا.
طيب اليوم انت عملت هذا المشروع والمشروع مستمر من 2008 لليوم، معناته هذا المشروع كثير كثير استفادوا منه عائلات طبعا، مش بس بشكل شخصي. وذكرت انه انت كمان كان في جزء مهم للنساء بالموضوع، صحيح، فتحكي لنا عن هذا الموضوع طبعًا. اللي هو بخصص النساء طبعًا. اذا بنرجع يعني من قبل 15 سنه واكثر، كان صعب على النساء من الباك الغربيه او من القران العربيه يطلعن يشتغلوا في محلات ثانيه بعيد عن مسكنهم. فاجت فكره انه ام جميل هي اللي ماسكه الاداره تاعت المزرعه، انه نحاول نسجل النساء عندنا في 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 المزرعه اللي هن من داخل الباك الغربيه وضواحيها جت او مصر او زامر، وكان يشتغلن هون تقريبا حوالي 23 مرشدة في المواسم اللي عدناها طبعا هنا. فهي برضو كانت فكرة انه برضو انك تشغل النساء في قلب بلدهن، ونفس الشيء انك تساعدهن، ونفس الشيء انك تحافظ على عليهن. فهي كانت فكرة ممتازة، هاي فكرة ممتازة. فانا عمليا اسا حكيت انت بشكل عام عن المزرعة، حكيت عن 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 شو كان اهداف المزرعة، واليوم بعد مستمر هاي الفكرة. وبما انه احنا بشهر رمضان طبعا، وفي الافطار الجماعي، حكيت على قصه الافطار الجماعي اللي هي بدت من 2008، اليوم تطورت وقدرتوا بالاخر كمان تفتحوا للمحل مكان اللي هو مطعم اللي بيوفر كمان فطور يومي، مش بالاخص بشهر رمضان، صحيح. فهي الفكره تبعت الافطار الجماعي اللي مو موجود بمزرعه ابو جميل، اللي كانت مستمره من 2008 او بدت ب 2008 ومستمره لليوم، صحيح. الفكره هاي شو اعطت اهل البلد كمان، انه بتفكر انه هذا رجع جمع الناس تكون متواجده بمكان اللي هو كيف بيقولوا نوستالجيا، اي نعم، تبعت زمان. لانه اليوم زي ما حكيت انه التطور، واكيد كثير من شباب البلد طلعت دورت على شغل بريت البلد وضلت بريت البلد يعني. فهذا الاشي كيف اثر على اهل البلد كبلد؟ يعني احنا نيجي نقول انه وش انه رمضان كريم وبلم يعني الناس كلياتها والعائلات والابو والاخت والعمه وبنت العم. فرمضان اشي خاص مميز، والطعام طبعاً العربي هو طعام بشهي. فقسم من فكرة إقامة القرية العربية التراثية مزرعة أبو جميل هو كم، وطبعاً كمان الأكل، الأكل شيء أساسي مهم طبعاً. فبرضو اختيارنا لنوع الأكل هو عربي بحت. ما حطيناش مثلاً لازانيا، ولا حطينا سباجيتي، ولا نعرف، لا، أكلنا العربي الأصيل اللي إحنا تعودنا عليه من أجدادنا وستاتنا وأبائنا وأمهاتنا. فحاولنا احنا برضو ندخله كقسم من التراث. فمن 2008 لليوم احنا مستقبل عائلات من كل بلاد، ولمة حلوة جدا. انا بنبسط كثير في رمضان لما اشوف هاي الناس مبسوطة وملتمة بحد الاكل تاعنا ومبسوطة في الاكل تاعنا. فحاولنا نعمل برضو اكل اللي هو خلينا نقول شعبي ومناسب للجميع، وللجميع ولشهر رمضان طبعا. فبعدها خلينا نقول من 3 سنين أو 4 سنين أجت فكرة إقامة إفطار صباحي وغداء. عندما شفنا أنه الأمور الحمد لله الناس مبسوطة والأكل عندنا ممتاز، فأجت فكرة إقامة الإفطار هذا، وصلنا نعمل فطور صباحي، والحمد لله برضو أنت بتسمع كديش الناس مبسوطة طبعا. وأنا طبعا مجرب عندك الأكل تمام التمام، صحتي وعافية. كتير كان مثير لإلي كل القصة هاي، بس دورت على المحل الشخصي تبع أبو جميل جوا، من ناحية المبادرة هاي والجرأة، لأنه شخص مثلك بفكر يعمل إشي عن الشكل بيكون راسه يفكر بطريقة تختلف شوي. فشو حسيت لما شو هالفكرة هاي؟ والله كثير سألوني منين هاي الفكرة أبو جميل. طب أنت دارس في ألمانيا ورجعت على البلاد، قاعد في بين هالزيتونات، شو بتساوي يعني؟ اول ما بلشت الفكره فحكيت لهم انا كنت احلم حتى وانا في المانيا ادرس على اقامه فعلا قريه عربيه صغيره، لانه ما شفتش في قريه عربيه قامت جديد يعني في نفس الوقت، انه يبقى هاي شيء للناس كلياتها مش لابو جميل لحاله. في كان عندي اهداف اللي هي زي ما حكيت لك قبل، حفاظ على التراث،
لو شيء بسيط أقدر أكتبه لأولادنا ولا مستقبلهم. فكانت فكرة ممتازة. ما أنا مكال عن أبو جميل أبصر ماله الجنت لأولها بس أكيد أنا متأكد أنك سمعت هاي كلمة كثير اللي حواليك. الحمد لله رب العالمين. في مش دائما مبارك لإشيء طبعا والله يوفق دائما. وخلينا ننتقل مع بعض عند الشفع. يلا مرحبا شيف عفاف. أهلا. كيف حالك؟ أول إشي رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. في معي مفاجأة لك. معي أبو جميل. مرحبا. صاحب مزرعة أبو جميل. كيفك؟ كيفك؟ الله يسعد رمضان كريم. أنا قلت له إنك أنت شاطرة بالحلو. فشو اليوم بدك تعملي لنا للحلو تبع الإفطار؟ رمضان مثل بطايف بزبطش. أكيد. أكيد. بعرفش ليش. البطايف برمضان غير عن كل السنة. صحيح احنا بناكل بس بشهر رمضان. فيش بيت عربي اول جمعة رمضان بكونش عاملين القطايف ان كان بجوز ولا بجبنة. بس نكهة القطايف بشهر رمضان تختلف نهائيا. بعرفش بتوافقني 100%. انا بس بحب القطايف مع جبنة مش مع الجوز. مش مع الجوز. لا مع لسه مع جبنة بنوعين. نوع الموتزاريلا اللي هي بتمط هيك. النوع الثاني جبنة العادية. والنوع الثاني احنا بقى مع جوز مع خلاصة الفستق حلبي وفستق حلبي. كمان نعمل عوامي. انت عندكم ببلادكم زنقل. بنقولها زنقل. ايوه زنقل عوامي لقمة القاضة. زنقل هي بلد تركية. هي اصلها اصل العوامي هي الزنقل. الزنقل ما عرفت هي من اصل من تركيا يعني. صح من تركيا. هي من اسم البلد يعني. اسم البلد كان ينعمل فيها بالضبط. منها هي اختراع. هنا اختراع هاي الزنقل العوامي او لقمة القاضة. طيب هيك احنا انت يعني حكيت على القطايف بس انا شايف قدامك في هون شعر الكنافه اللي انت حطي حده جبنه ولفتيه مع الجبنه. فالفكره هاي كمان تشابه القطايف بفكر ولا كيف؟ لانه اليوم غير اللي احنا بنعرف شعر الكنافه عمليا كنا نعرف انه بيعملوا كنافه بس اليوم صار يستعمل بالحلو تبعنا حتى كمان بالموالح تبعتنا لكتير نوعيات واشكال تختلف. صح مزبوط 100%. عجينة الكنافة اليوم كتير سهل انه نعمل منها كتير انواع حلويات وكمان بموالح بنفعل نعمل فيها لحمة مفرومة مع فطر شكل كتير حلو. بس عملنا هيك شكل دوائر مع رنج بيطلع حلو. هون انا حشيتها موتزاريلا. جبنة موتزاريلا هي جبنة ايطالية الاصل وهي بتمر. احنا بنحب هذا الشوق انه الجبنة بتمر. كتير سهلة على فكرة. كل هاي الاصناف اللي احنا عم نشوفها اليوم بنعرضها عبر شاشتنا على الطاولة برنامجنا جدا سهلة. يعني ست البيت صراحة عمل انا وحدي وبرجيكم قديش سهل الاشي. تتفرز طوالي على المقلة. يعني من اول يوم رمضان بتعرف النهار بيكون صعب وصيام ست البيت وبتطبخ طبخات وشوربة وسلطات ومقبلات. انواع الحلويات بتنعمل مسبقا. يعني في امكانية انه تتحضر من قبل تنحط بالفريزر وبعدين تتقلى بزيت غميق طبعا. عم تحكي زيت غميق مع شويه سمنه حيوانيه مش نباتيه. هون الطعمه كمان بتختلف. صحيح المكونات موجوده بس بعد لازم يعرف شو يشتري من ناحيه المكونات والجوده العاليه. انا كثير بحب السمنه من الحيوانيه مش النباتيه. بتاخذ طعمه شويه غير. طب احنا بدنا نستنى الافطار من بعد ما تسويها عشان نقدر ندوق على انك انت عم تفتحي لنا نفسنا. ابو جميل انت قلت انك انت بتحب القطايف اللي هي بجبنه مش بجوز. صحيح. طبعا ونوعيات الجبنه مختلفه اليوم. طبعا في انواع. هي حكت على جبنه الموتزاريلا وفي الجبنه العاديه. العادية. انا حضرت لك ممتاز. الجبنه العربيه بس اللي بدها تكون حلوه. حلو طبعا. حلو محلال. صح. كيف شو احنا اليوم بنفكر انه الجبنه العربيه اللي انت اليوم انت فوتتي نوع جديد من الجبنه اللي هي جبنه مش عربية. اليوم أبو جميل بمزرعته حكالي على التراث تبعنا وقديش هو عنده بهاي المزرعة حتى الأكل اللي بقدمه كان محافظ على وبعده بحافظ على أنه يقدم أكلات عربية شرقية بنكهاتها الأصلية علشان يكون في عودة لشروشنا والجذور تبعتنا. خصوصا انه لسه عم تفوت كثير الاكلات السريعه والوجبات السريعه طبعا احنا زي ما حكيت لك قبل يعني قديش قدرنا نحاول انه نحافظ على نفس النمط الاكل الشعبي التراثي. نفس الشيء في الـ في الحلويات. في الحلويات يعني احنا بنحب شهر رمضان
وطبعا فيش شهر رمضان بدون حلو بزبطش. بزبط طبعا بزبطش. يعني فيش بيت برمضان اللي ما يمكن عنده يا كنافي يا قطايف يا معون. اول يوم زي الملوخية يعني اول يوم في كل الوسط العربي. فالحلويات يعني برضو جزء من تراثنا. من تراثنا طبعا. كثير مهم انه بعد ما نحطها على الغاز طوال نغطيها وشوف كيف انه نسهلها. اول اشي مكونات كثير سهلة عم بصب شوي كيف بعرف انها جاهزة تبين انها نشفت طبعا من الخميرة والصودا اللي حطيناها كربونات الصوديوم بيطلع عنا فقاعات. فقاعات انا هاي كمان انت حكيتي لي اياها تعبي الاصلي الذهبي حلو لونه هي شكلها بيطلع الفقاعات طبعا بخصوص العوامي ربيع العوامي فيها اسرارها طبعا اول مره بنقليها نص قليل خلاتها تبرد بتا على الاخر كيف بالبساطه وشرحنا عن الشيبس اللي بنعمله لازم على مرتين فلا مش طوالي اول مره بعملها بخليها شايف بكون لونها عبيض هسه بحطها بالزيت لان كل ما بكونت العيال صغيره بنحط الزيت بنحط العوامي والقطايف ايوه حلو شكله ممتاز ليش عطحني الشكل مناسب يا ربيع شو بتحب بجوز باللبن انا هيك وهيك باكل ممكن اسالك يعني القطايف الموجود عندنا هون كان في السابق اكبر حجما ولا الواحد بيختاره زي ما بده كان اكبر وكان لسه صار يعملوه صغير عصافير وبكلوش كمان جميل شو صار يعملوه يسكروا نص كسكيرة وبس مع فطر أنا بالنسبة لي مش كتير طيب هون اللي طيب فيه إنه القرمشة تاعي كله مع زيت صحيح إنه شوي دسم وشي بس طقوس شهر رمضان الفضيل قطايف خيب بجبرة تكون على الطاير حكيت على العصافير عمليا شكرا شكرا اللي بدي اساله هو عن الحشوه تبعت العصافير انا اللي بعرف انه بحطوا فيها قشطه مش جبنه او جوز قشطه قشطه شكلها مشهي طبعا بصراحه في العوامه سال العوامه انت بتقولتي انها هي بت على مرحلتين صح. المرحله الاولى هي نفس الشيء بس نص قليه يعني او بس هيك تحمير شوي بتضل بيضة فهمت كيف؟ وممكن كمان زي ما حكينا على الكنافي او الحشوة هاي كمان عوامة تنحط بالفريزر وتتحضر من قبل مية بالمية بنحطها كمان نص كيف هيك صرفت ليها بتحط بالفريزر علبة ونطلعها ونقليها وطوال نقدمها ويسكروا بتعرف انه بتركيا اسا بكثير محلات صار يحشوا العوامة شوكولاتة بكريمة تاكل حبه وانا بدي مفاجات بس انا بفكر انه يعني هذا بفقد من خلي الزنكل على اصله بالضبط بفقد من طعمتها الاصليه يعني فانه بينفع تشتري بوينه معناته محشيه ليش اغلب حالي وانا كمان ضد الفكره العوامي هي طيب فيها القرمشه تاعي ايوه بدون ما لقيت اي شيء الدواء مع قطرها جاهز كمان انت حكيتي على القطر اللي نحط خفيف ما ينحطش كتير قطر عمليا شو القطر اللي انت بتسوي شو نسبة السكر والمي كيف بتسوي القطر لازم يكون كتير قطر الحلويات اللي الشرقي هو بتفق عليه 2 سكر 1 مي عصرة ليمونة بحب هودة الفرفة بس زي ما تشكت هون ربيع انا بحطش بغطش بالطاير قطر طوالي لا انا بحط القطر عليه من فوق وكيف الواحد بحب لانه في ناس بحبوش كتير صحيح. انا اللي بحب كتير قطر انا اخذ لا انا بحب وسط مش يعني القطر كثير بيتعب حدا بيهتم للسكري مع انه انا كمان بفكر انه مرات بالنسبه لهذا الحلو والقطر كميه القطر اللي بتنحط عليه من كتر الحلاوي تبعته انت بتفقد طعم يعني لسه هون في عندك عجين وفي عندك حشوه وفي عندك كمان صحيح تفقد تفقد الطعم يعني ضل يعني ما بتستدوق ال ال القطايف نفسها القطايف نفسها صحيح ابو جميل احنا وصلنا لنهايه البرنامج شكرا عفاف على المعلومات عن القطايف وعن العوامي وعن الكنافه هاي المبرومه ايوه بالضبط هيك فابو جميل بمناسبه شهر رمضان الكريم بحب انك تنهي البرنامج بكلمه للمشاهدين وتتمنى لنا ونتمنى للعالم شهر كريم وبصحة وسعادة ضم صوتي لصوتك احنا شكرا. من كل الجميع اهلا وسهلا فيكم كمان مرة في مزرعة ابو جميل وتفضلوا زورونا عنا ورمضان كريم واهلا وسهلا فيكم شكرا لك شكرا لكم شكرا شيف عفاف
شكرا كمان مرة للاستضافة الجميلة هون بمزرعة أبو جميل في باقة الغربية. منقولكم رمضان كريم وإفطارا هنيئا، وإلى اللقاء. رمضان كريم.